اهلا بيكم، معاكم ريم صلاح، وده فيديو جديد لينا في سلسله 10 مينتس. في الفيديو ده هنتكلم عن البيتيوتري جلاند، او زي ما بيقولوا عليها كده المايسترين. طبعا البيتيوتري جلاند ما خدش الاسم بتاع ده من فراغ. البيتيوتري جلاند بتعمل ريجوليشن للجروث والسكريشن الخاص بالجلاندز الاخرى الموجوده عندي في الجسم. البيتيوتري جلاند موجوده عندي في البيز اوف ذا برين، في مكان كده الغرفه بتاعتها اسمها السله تيرسيكا تحت الهايبوثالاموس، وفي نفس الوقت هي اندر كنترول في هايبوثالاموس. فيعني نقدر نقول كده على الهايبوثالاموس هو المايسترو بتاع الجسم يعني، بس بشكل خافي كده. الهايبوثالاموس بيطلع ريليز وريليز انهبيتنج هرمونز بتحكم في الهرمونز اللي بتطلع عندي من البيتيوتري جلاند. البيتيوتري جلاند بشكل عام عباره عن تو لوبس، انتيريور بيتيوتري او زي ما بنقول عليها كده الادينو هايبوفيسس، وبوستيريور بيتيوتري او الاسم الاخر ليها نيورو هايبوفيسس. الانتيريور والبوستيريور بيتوتري متصلين بالهايبوثالاموس، ولكن عندي الانتيريور بيتوتري متصله بالهايبوثالاموس بفاسكولار سيركيوليشن، بنقول عليها هايبوسلام وهايبوفيزيال بورتال سيستم. اما البوستيريور بيتوتري متصله بالهايبوثالاموس بنيورونال تيشو، يعني السيل بودز بتاعت النيورون موجوده عندي فوق في الهايبوثالاموس، والاكزون ممتده للبيتوتري جلاند. فبالتالي انا لو طلعت هرمونات بعمل لها باكجنج كده في سيكريتوري جرانيولز وانزلها عن طريق الاكزون ترانسبورت على كارير اسمه نيوروفيزين عشان تروح للبوستير بيتوتري. معلومه اخرى كمان ان الانتيريور بيتوتري جلاند ليها سيكريتوري فانكشن، يعني بتستجيب للهرمونات اللي بتطلع من الهايبوثالاموس عن طريق ان هي تعمل ريليز لهرمونات من التيشو بتاعها. اما البوستير بيتوتري جلاند عباره عن ستورج سايت، يعني مخزن، بس بيخزن الهرمونات اللي بتجيله من الهايبوثالاموس. عندي الهايبوثالاموس مثلا بيطلع جي اتش ار اتش جروس هرمون ريليزنج هرمون، بيروح للبيتوتري يطلع جروس هرمون. الهايبوثالاموس بيطلع جي ان ار اتش اللي هيروح للبيتوتري يطلع اف اس اتش اند ال اتش. الهايبوثالاموس بيطلع تي ار اتش اللي هيروح للبيتوتري جلاند ويطلع تي اس اتش، وبرده يحفز السيكيشن بتاع البرولاكتين. الهايبوثالاموس بيطلع سي ار اتش اللي هيروح البيتوتري جلاند ويطلع اي سي تي اتش. الهايبوثالاموس هيطلع لي الدوبامين اللي هيعمل انهيبيشن، خد بالنا انهيبيشن السكريشن بتاع البرولاكتين. ده بالنسبه للهرمونات اللي هتطلع عندي من الانتير بيتوتري جلاند. لكن زي ما قلنا في هرمونات بتطلع من البوستير بيتوتري، الاي دي اتش والاوكسيتوسين، يطلعوا من الهايبوثالاموس يروحوا يتخزنوا عندي في البوستير بيتوتري جلاند لحد طبعا ما يحصل لهم ريليس في السيركيوليشن. فدي كده الهرمونات بتاعت البيتوتري جلاند بشكل عام. الهرمونات دي هتنتشر بقى في الجسم وتعمل كنترول للاذر جلاندز، يعني مثلا عندي الاي سي تي اتش هيروح على الكورتكس بتاع الادرينال جلاند عشان يعمل كنترول للجروث بتاعه والسكريشن يطلع منه الهرمونات. عندي مثلا تي اس اتش هيروح على الثايرويد جلاند يطلع تي 3 وتي 4. عندي مثلا الاف اس اتش والال اتش هيروح على الجونادز في الميل والفيميل عشان يعملوا ريجوليشن للريبرودكشن. عندي مثلا البرولاكتين هيروح على البريست عشان يعمل ديفلوبمنت للبريست، طبعا بريست ديفلوبمنت بشكل عام اثناء البريجنانسي واللاكتيشن. عندي الجروس هرمون هيروح في كل حته في الجسم عشان يعمل جروس، يروح للمصل، يروح للبون، يروح للاورجن عشان يعمل جروس. عندي كمان الاي دي اتش هيروح على الكيدني والبلاد فيسل، يروح على الكيدني يعمل ووتر ريتنشن، ويروح على البلاد فيسل يعمل طبعا فازو كونستريكشن. الاوكسيتوسين هيروح على البريست عشان يعمل ميلك للداون، وبرضه يعمل كونتراكشن عندي لليوترس. فبالتالي زي ما احنا شايفين كده البيتوتري جلاند عامله كنترول لكل حاجه بتطلع او كل الهرمونات اللي بتطلع عندي من الجسم. البيتوتري جلاند عباره عن جلاندولار تيشو، بنقول عليها جلاند، فبكل بساطه ممكن يحصل فيها تيومر. التيومر اللي بيحصل في الجلاندولار تيشو بنقول عليه ادينوما. فبالتالي البيتوتري جلاند ممكن يحصل فيها بيتوتري ادينوما. وناخد بالنا ان البيتوتري ادينوما ديت يعني ممكن تكون اصلا فانكشنال، يعني ليها سيكريتوري فانكشن كده يعني بتطلع هرمون، او تكون نون فانكشنال ما بتعملش سيكريشن. وطبعا كل نوع من الانواع المختلفه ديت هيبقى ليه سيمتوم خاصه بيه، وفي نفس الوقت ما بينهم كومون سيمتوم كده. يعني مثلا زي ما احنا قلنا ان البيتوتري جلاند موجوده في مكان اسمه السله تيرسيكا، والمكان ده برضو يعني موجود فيه ديكاستيشن بتاع حاجه اسمها الاوبتيك كايزما. ايه الاوبتيك كايزما ده؟ ده مكان في الفيجوال فيلد،
الفيجوال فيلد عندي طبعا في تيمبورال فايبر ونيزل فايبر. التيمبورال فايبر ماشيين بشكل فايبر ماشيه بشكل كده مباشر في الفيجوال فيلد، ولكن النيزل فايبر بقى هي دي اللي فيها المشكله. النيزل فايبر بتعمل حاجه اسمها ديكاسيشن، يعني النيزل الرايت هيروح الليفت والنيزل الليفت هيروح الرايت، عاملين حاجه زي حرف اكس كده. السنتر بتاع حرف الاكس كده يعني ايه؟ موجود عند البيتوتري جلاند. فبالتالي لو البيتوتري جلاند زادت في الحجم لاي سبب هتضغط على حرف الاكس ده، فتعمل حاجه اسمها باي تمبورال هيمينوب. ايه ده؟ مش انت لسه قايل ان النيزل فايبر هي اللي باظت؟ ما هي النيزل فايبر عندي يا جماعه بتشوف التمبورال فيلد، تمام؟ يعني انا بشوف كده النيزل فايبر، فبالتالي الاقي التمبورال اي فيلد هو اللي باظ عندي. فنسمع كلمه باي تمبورال هيمينوبيا او البريفرال فيجن حصل فيها مشكله. يبقى ده كده اول حاجه ليها بريشر سيمتوم، سواء كانت هي بتعمل وظيفه او ما بتعملش وظيفه. من ضمن البريشر سيمتوم برضو ان ممكن البيتوتري جلاند تضغط على المننجيس اللي حواليها فتعمل طبعا نوزيا فوميتنج وبين ريتيشن، يعني سيمتوم كده. برضو من ضمن البريشر سيمتوم ان هي ممكن تضغط على الاذر سيل اللي موجوده عندي في البيتوتري جلاند فتقلل السكريشن بتاعها فتعمل طبعا هايبوبيتوتيريزم، انت هي بتاخد من البلاد سبلاي بتاعها وفي نفس الوقت بتضغط كمان عليه. بالاضافه بقى لو هي سكريتري هي ممكن تحصل في اي نوع من انواع الخلايا، ولكن طبعا اشهر خلايا بيحصل فيها الانوما اللاكتوتروف اللي بتطلع لي البرولاكتين، يعني لدرجه ان احنا بنسمع كلمه بيتوتر انوما خلاص اول حاجه تيجي في دماغنا ان هي برولاكتينوما. ممكن طبعا تحصل برضو في الجروس هرمون سيكريتنج سيل او اي حاجه من او اي خلايا من الخلايا اللي بتطلع هرمون، بس طبعا بتبقى نادره شويه. طيب لو العيان عندي بيشتكي من برولاكتينوما، في معلومه بس انا عايز اقولها، ان احنا قلنا التي ار اتش بيطلع البرولاكتين والدوبامين لما بيطلع بيعمل انهبيشن سيكريشن بتاع البرولاكتين. برضه البرولاكتين يا جماعه ما بيطلع بيروح يعمل فيدباك انهبيشن للجي ان ار اتش، ده الهرمون اللي احنا قلنا ان هو بيطلع الاف اس اتش والال اتش. عايز تقول ايه؟ انا عايز اقول لحضرتك ان لما بيطلع برولاكتين اثناء اللاكتيشن احنا طلعنا برولاكتين عمل انهبيشن للجي ان ار اتش، فمفيش لا اف اس اتش ولا في ال اتش، فمفيش اوفيوليشن، وده يعني نقدر نقول عليه كده ناتشرال كونتراسبتيف ميثود اثناء اللاكتيشن، مش هيحصل لا بريجنانسي ولا هيحصل اوفيوليشن في الفتره دي. انا عايز احافظ على اللاكتيشن فمش عايز هرمونات تطلع حتى كمان تعمل سبريشن للاكتيشن. جميل قوي. طيب شخص عنده البرولاكتين، يعني عنده برولاكتينوما بالاضافه للبريشر سيمتوم اللي احنا اتكلمنا عنها ديت، السكريتوري اكشن بقى بتاعه، تعالوا كده نشوف لو هي في ميل عندها برولاكتين كتير هتشتكي اول حاجه من ايه؟ جالاكتوري، ما هو حصل مور بريس ديفلوبمنت، وفي نفس الوقت كمان انا عندي برولاكتين كتير هينهبيت الجي ان ار اتش مش اف اس اتش ولا في ال اتش، فممكن الفيميل تشتكي من امينوريا، ممكن تشتكي من لوس ليبدو فيرتيليتي طبعا. يبقى تاني كده جالاكتوريا امينوريا لوس ليبدو فيرتيليتي. طب لو ده ميل، الميل طبعا الجلاندز بتاعت بريسنال فانكشنال يعني ملهاش وظيفه، فطبعا ممكن يشتكي بس من جاينيكوماستيا، تمام؟ وبرضه ممكن يشتكي من لوس ليبدو فيرتيليتي. طبعا ده يا جماعه باكد بالاضافه للبريشر سيمتوم يعني. طيب شخص بيشتكي من برولاكتينوما عالجه ازاي؟ احنا قلنا ان الدوبامين هو اللي بيعمل انهبيشن برولاكتين، فطبعا انا استفدت من الامر ده ان في التريتمنت بدات طبعا التريتمنت ان انا ادي دوبامين اجونست عشان اقلل البرولاكتين، زي مثلا البروموكريبتين والكبر جولين دول بيقللوا البرولاكتين سكريشن. طبعا لو الشخص ما استجابش للميديكال تريتمنت فارماكولوجيكال تريتمنت طبعا هعمل له سيرجري، يعني لو التيومر صغيره هيبقى طبعا ترانسسفنويدال كده، لو هي كبيره شويه يبقى ترانسكرينيال اشيل جزء من طبعا التيومر. برضه لو الشخص يعني مش سويتابل للسيرجري طبعا هدخله يعمل ايه؟ راديشن. ده لو كان الادينوما اللي عندي برولاكتينوما. طبعا قد تكون الادينوما اللي عندي اي حاجه اخرى زي مثلا جروس هرمون، فالجروس هرمون طبعا سكريتنج ادينوما لو حصلت في طفل لسه الانفس عنده ما قفلش فممكن يحصل فيه جاجنتيزم، لو حصل في شخص كبير شخص ادلت ممكن يحصل فيه اكرو ميجالي طبعا ايه بالسيمتوم بتاعته.
وطبعا زي ما قلت لحضراتكم ممكن تحصل في اي نوع اخر زي مثلا اي سي تي اتش، تي اس اتش، الاف اس اتش والاتش، بس طبعا الامور دي نادره شويه، يعني نادر ان احنا نشوف الادنوما بالشكل ده يعني. تمام، ده بالنسبه يا جماعه للبيتري جلاند. طبعا دي من المواضيع المهمه في الاندوكرينولوجي. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وطبعا تشاروا الفيديو مع زمايلكم عشان يستفادوا، وانتظرونا في فيديو جديد ان شاء الله الخميس القادم. اشوفكم بخير.